الله الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قايد فوج النور عين بلح. فوج النور هذا تأسس سنة 2011، يعني من الفترة هذيك إلى يومنا هذا، يعني ذو مسيرة حافلة في بلدية عين بلح، نشاطات، مخيمات، رحلات، يعني سلام ورحمة هكذا. كم عدد عدد الافراد؟ يعني تراوح من ديما من 8% هذا التصنيفات تاعهم. وش التصنيفات تاعهم؟ يعني القاده، الاجبال، فتيان، شم قدم، جوالة، هذه التصنيفات تاعهم. وش راه الدراسه تاعهم؟ يعني الدراسه كاع الله يبارك 90% كاع متفوقين الدراسه، ويروحوا الجامع يقراوا القران، الجامع يقراوا، نشاطات يعني متعدده، ويحضروا الاناشيد. اناشيد كشفيه. الله يبارك، بارك الله فيك سيدي. الله يسلمك شيخ.